مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صين المال والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. منذ المؤتمر الوطني 18 لحزب الشيوعي الصيني، أولت الصين أهمية كبيرة للأعمال المتعلقة بشينجيانغ لتشكل استراتيجية لحكمها في العصر الحديث. وقد حققت التنمية اقتصادية واجتماعية وتحسين مستوى معيشة الشعب بشينجيانغ إنجازات غير مسبوقة. اليوم الوضع الاجتماعي العام في شينجيانغ مستقرا، ويعيش الناس من جميع القوميات معا ويعملون في السلام والرضا، وهي في أفضل فترة تطورها في التاريخ، كما يعزز شعور الناس بالكسب والسعادة والأمن. عندما تتجول في شوارع شينجيانغ وأزقتها، يمكنك أن تشعر بالسلام في كل مكان. يتمتع الناس من جميع القوميات بحياة أفضل، وتكون الحياة مليئة بالتوقعات والمستقبل بكل أمل. في أواخر شهر مايو بدأ الأرز في الإنبات في قرية داوشانغ بمحافظة هوتان بشينجيانغ، وبدأ معه الموسم الأكثر ازدحاما في العالم. منذ أن تحولت قريته إلى قرية للثقافة والتقاليد الشعبية، نشطت حركة السياحة وفتحت أبواب الرزق أمام أحماي توختاي، هذا الرجل الماهر في إعداد وجبات البيلاف. تشتهر قرية داوشانغ أو عبق الأرز كما يحسمها بالأرز، فهي تقع عند خط العرض الذهبي لزراعة الأرز في العالم. ومع ذلك لم تخلص هذه الميزة القرية من الفقر لسنوات عديدة، لطالما عانى سكان القرية من ضيق الرزق. منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني وبدعم من الحكومة ومشاريع المساعدات في شينجيانغ، أدخلت القرية العديد من المشاريع الصناعية مثل تربية الأغنام المتعددة الأجنة. وفي عام 2018 تغلبت القرية بأكملها على الفقر، وفي يوليو عام 2021 بدأت القرية في التخطيط لبناء مجمع ريفي بقرية الثقافة والتقاليد الشعبية. Yine 6 koyuna 7730 koyuna satıptımız. 2 koyuna 2650 koyuna satıptımız. هذا الرجل الذي يحسب الدخل مع ابنته أبولاتي، وهو مزارع مسن بالقرية. بعد إطلاق مشروع قرية الثقافة والتقاليد الشعبية، أصبح منزله هو أول نزل ريفي يتم تجديده في القرية. كانت حظيرة الخراف التي يملكها أبولاتي تسبب له حزنا شديدا قبل التجديد، ولكن عندما اقترحت القرية أن يتم تجديدها لم يوافق على ذلك. بعد أكثر من 20 يوما من الإقناع، لا يزال أبولاتي غير قادر على الاقتناع بالفكرة، فقرر الفريق مساعدة عائلته في تنظيف حظيرة الأغنام أولا. ونظرا لأن الجميع كانوا يساعدون عائلته بإخلاص في تحسين بيئتهم المعيشية، تخلى أبولاتي عن مخاوفه تماما. حاليا بدأت نتائج بناء قرية الثقافة والتقاليد الشعبية في الظهور، وخلال الأيام القليلة الماضية ناقشت شاو تساو فونغ سكرتير الفرع الحزبي في القرية إضافة مرافق الإضاءة إلى القرية. وعلى مر سنوات عديدة تم إرسال دفعة تلو الأخرى من كوادر المساعدات في شينجيانغ، وخرج العديد من المشاريع إلى النور واحدا تلو الآخر. عندما سمع أبولاتي والعديد من الشركاء أن المقاطعة ستنشئ تعاونية تربية في قريتهم وسيتم بناء مرعى للحيوانات واسع النطاق، أرادوا التعاقد معها لتوسيع نطاق المشروع. مؤخرا تم إدخال العديد من المتاجر المتخصصة بالقرية، وافتتح أحد الأهالي متجرا جديدا للشواء
بجوار منزل أحماي توختي الذي يطبخ البيلاف، فتناقش الاثنان وعرف بعضهما البعض بالأعمال التجارية المشتركة وإمكانية تبادل المنفعة. يعد التوظيف أيضاً قوة دافعة مهمة للناس من جميع القوميات في شينجيانغ ليعيشوا حياة أفضل. فعلى مر السنين احترمت شينجيانغ بشكل كامل الرغبات التوظيفية للعمال ووفرت الظروف للجميع للعثور على فرصة عمل، وحمت بشكل كامل الحقوق والمصالح المشروعة للعمال من جميع القوميات في شينجيانغ. وهناك مثل ويغوري يقول: الفاكهة التي تقطفها بيديك طعمها أحلى من العسل. وقد تأثرت سولي خمار وزوجها كثيراً به. سولي خمار وزوجها على وشك شراء منزلهم الثاني، وهم يشاهدون شقة بثلاث غرف نوم ومساحتها 90 متراً مربعاً في هذه المنطقة. قبل 5 سنوات كان مسقط رأسها ينتمي إلى المناطق الثلاث والولايات الثلاث ذات الفقر المدقع في البلاد. كانت عائلة تسولي خمار تكسب 4000 يوان فقط في السنة، ومن أجل مساعدة القوى العاملة للأسر الفقيرة لانتشال نفسها من الفقر وزيادة الدخل من خلال التوظيف، نفذت شينجيانغ خطة لنقل العمال ومدتها 3 سنوات ل100,000 شخص في جنوب شينجيانغ. وفي عام 2017 عندما سمعت سولي خمار أن شركة في أوروموتشي كانت توظف العمال، قامت هي وزوجها بالتسجيل على الفور. في ذلك الوقت كانت سولي خمار تشعر بالأسف لعدم الذهاب إلى الجامعة بسبب زواجها المبكر وعائلتها الفقيرة، ولكن عندما جاءت إلى هذا العالم الجديد أملت في تغيير حياتها بجهودها الخاصة. في غضون سنوات قليلة تحولت سولي خمار وزوجها من عمال خط التجميع إلى الحصول على شهادات مهنية، وأصبح كلاهما سائقي رافعة شوكية وزاد دخلهما بشكل كبير. في عام 2020 أنفقت سولي خمار وزوجها 50,000 يوان كدفعة أولى لشراء منزلهم الأول بسعر الإسكان المدعوم من الحكومة، فأصبح لهما منزل صغير خاص بهما في أوروموتشي. بعد دخول الأطفال المدرسة سجلت سولي خمار اسمها بامتحان الدراسة الذاتية لدراسة الإدارة، وإذا نجحت في امتحانات المواد الأربع الأخيرة في يونيو عام 2022 فستتمكن من تحقيق حلمها بالالتحاق بالجامعة. إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة. أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة حيث المستهلكون العالميون. التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك. نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه. صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية. وسواء كانت بالتنمية الصناعية أو التخفيف من حدة الفقر أو تعزيز العمالة، فكلها نقاط انطلاق مهمة لإثراء الناس وتجديد شباب شينجيانغ. وفي الوقت نفسه يحظى حق الناس في الحياة والصحة باهتمام كبير. تخضع اليوم الطفلة المريضة هاني كاي البالغة من العمر 5 سنوات لعملية زرع المثانة والحالب الثنائية.
الطبيب سون يونغ هو من أجرى العملية لهانيكاي، وهو من مستشفى بكين للأطفال التابع لجامعة العاصمة الطبية. منذ عامين بدأت هانيكاي تعاني من التهاب متقطع مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، وقد سمعت الأسرة عن إنشاء المركز الطبي الإقليمي للأطفال في أوروموتشي. حينها شخصوا مرضها وخضعت للعملية الجراحية بنجاح. رغم مساحة شيجيانغ الشاسعة، لكن مواردها الطبية والصحية نادرة نسبياً، وغالباً ما يسافر بعض المرضى آلاف الكيلومترات إلى مقاطعات ومدن أخرى لتلقي العلاج. تم إدراج شيجيانغ في عام 2019 في الدفعة الأولى من المقاطعات التجريبية للمراكز الطبية الإقليمية الوطنية في الصين. 如果我们新疆的孩子大多数或者普通病能在县里面或者说在地州解决了，不需要两个小时的飞机来乌鲁木齐，这也是非常非常有意义的任务。那么这问题怎么解决？那就要依靠这个我们新疆的这个区域疗中心，为新疆培训足够的合格的儿内科和儿外科的医生。 يولي الحزب والدولة أهمية كبيرة لصحة ورفاهية الشعب في شيجيانغ، ففي السنوات الأخيرة استفاد عدد متزايد من الناس من سلسلة من المشاريع الصحية. مع توفير حمض الفوليك المجاني، أصبحت سلامة الأمهات والأطفال في شيجيانغ في المناطق الجبلية النائية على ارتفاعات عالية مضمونة بشكل أكبر. بفضل مشروع الابتسامة السعيدة الذي تم إطلاقه في عام 2019، تلقت هايرول نيسا العلاج المجاني مثل العديد من الأطفال الآخرين الذين يعانون من شق الشفة والفم من العائلات الفقيرة. مليون قصة تحدث كل يوم، كل منها تطلق وجهة نظر جديدة وإمكانات بلا حدود أينما تنظر. نحن هناك نرى، نكتشف، نستكشف، نضع القطع معا لنبحث عما يهمك. في كل الأرجاء وعلى مدار الساعة مراسلونا موجودون حول العالم، من مقرنا في بيجين إلى مراكز الإنتاج في واشنطن ونيروبي ولندن. شبكة تلفزيون الصين الدولية تنقل القصص من كل مكان إلى متابعينا حول العالم. شاهد الفرق، CGTN العربية. تشهد منطقة شيزان في العصر الحديث مشهدا حيويا ومزدهرا من تناغم واستقرار الوضع الاجتماعي العام للمنطقة وتطور اقتصادي سريع والمستدام وتحسين مستويات معيشة الشعب بشكل شامل وبناء حواجز حماية البيئة وتعزيز التضامن القومي داخل المجتمع يوما بعد يوم. في ظل قيادة القوية للجنة المركزية لحزب الشيوعي الصيني وفي ظل دعم القوي من شعب
ثابرت جماعات وقيادات كل عشائر منطقة شيزان لتحقيق تنمية اقتصادية والاجتماعية شاملة. فتحسنت حياة الناس كثيرا وتتغير المدن والقرى في المنطقة تماما. لم يشعر بهذا التغيير ويستمتع بما جلبه من سعادة أكثر من مواطني منطقة شيزان. لذا دعونا نذهب إلى الأسرة العادية في المنطقة لنرى حياتهم وأهدافهم وأمالهم. في الصيف يبدأ قيادات القرية بدراسة ترتيبات استقبال سياحة مهرجان زهور الخوخ. في قرية غالا تكون زهور الخوخ هي أول ما يتفتح في فصل الربيع كل عام، وقد أدت الظروف الطبيعية الغنية وسياسات الحزب الجيدة إلى تطوير مجال السياحة بسرعة. كانت غالا قرية صغيرة عادية ومنغلقة، ولطالما كانت أشجار الخوخ التي تركها الأسلاف جميلة للغاية، ولكن بسبب تعثر المواصلات كانت زهور الخوخ تنمو داخل خدور فلا يرى أحد جمالها. في تسعينيات القرن الماضي بدأت تنمو سياحة القرية، ولكن القرية البدائية المتهالكة لم تستطع الحفاظ على سياحها، كما جعلت أهلها غير قادرين على اكتساب المال. حدثت عمليتان إصلاح لقرية غالا في غاية الأهمية. الأولى هي بناء قرية ميسورة تجريبية بمساعدة كوانتونغ في عام 2015، والأخرى هي بناء القرية الريفية الجميلة في عام 2017، مما جعل هذه القرية التي كانت فوضوية ومتهالكة تولد من جديد. أصبحت غالا اليوم قرية اشتراكية جديدة نظيفة وجميلة. يتعلق ازدهار السياحة بشبكات النقل وبجهود الصين في استثمار وبناء شي تسانغ. خلال 7 العقود الماضية وعلى هذه الأرض الشاسعة، تم بناء شبكة نقل ثلاثية شاملة بأشكال وسائل النقل المتعددة. إلى وقتنا الحالي بلغت مساحة طرق شي تسانغ العامة 118,800 كيلومتر، وبلغت مسافة الطريق السريع من الدرجة الأولى 700 كيلومتر. تم استكمال بناء وبدء تشغيل سكة حديد تشينغهاي شي تسانغ وسكة حديد مدينة لاسا شيغاتسي، وبدأ بناء سكة حديد سيتشوان شي تسانغ، وتم بناء المطارات الفرعية واحدة تلو الأخرى، كما وضع مطار لاسا في إطار التنفيذ. ستجلب سكة حديد مدينة لاسا لينغاتشي الراحة للمسافرين، ولكن يوجد مثل هؤلاء الركاب داخل عربات القطار الذين لا يحملون الكثير من الأمتعة ولا يأبهون لوجهتهم. من الصعب التعبير بالكلمات عن البهجة التي جلبتها للناس تحولات وسائل النقل والسفر. أدت العديد من المشاريع الكبيرة إلى تحسين الظروف المعيشية والإنتاجية لسكان منطقة شي تسانغ الذاتية الحكم، وإلى التزايد المستمر لشعور الناس بالربح والسعادة والأمان. وقد تبدلت حياة الناس حتى في أفقر وأقصى المناطق سابقاً. في شهر يونيو من عام 2018 ولدت طفلة بولادة مبكرة داخل مستشفى بلاسا. في اليوم السابق أتى والدها رينغ سينغ ووالدتها جيابا إلى منزلهما الجديد في لاسا من أراضي الرعي في شمال شي تسانغ. تعد مناطق الرعي المرتفعة شمال شي تسانغ من أكثر المناطق التي يتركز فيها الفقراء في منطقة شي تسانغ الذاتية الحكم. بعد إنجابها طفلين، ظهرت عادة الولادة المبكرة لدى جيافا،
وبسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى المستشفى مبكراً، فقد الزوجان رينغ سينغ وجيابا 7 أطفال على التوالي. هذه المرة أنقذت الظروف الطبية الجيدة لمستشفى لاسا حياة الطفلين، وبسبب انتقالهم من قرية رونغما شمال شيتسانغ إلى بلدة غورونغ في لاسا، قاموا بتسمية ابنتهم غورونغ تشوما. هذا العام أتمت غورونغ تشوما عامها 3 واحتفلت بعيد ميلادها في شهر يونيو. لأول مرة في حياته أنفق رينغ سينغ 400 يوان لشراء كعكة عيد ميلاد ابنته. مليون قصة تحدث كل يوم، كل منها تطلق وجهة نظر جديدة وإمكانات بلا حدود. أينما تنظر نحن هناك، نرى، نكتشف، نستكشف، نضع القطع معا لنبحث عما يهمك. في كل الأرجاء وعلى مدار الساعة مراسلونا موجودون حول العالم، من مقرنا في بيجين إلى مراكز الإنتاج في واشنطن ونيروبي ولندن. شبكة تلفزيون الصين الدولية تنقل القصص من كل مكان إلى متابعينا حول العالم. شاهد الفرق، CGTN العربية. حتى عام 2020 أنشأت شيتسانغ 964 منطقة إعادة توطين لتخفيف الفقر. بدأ 266 ألف فرد انتقلوا من المناطق الرعوية شمال شيتسانغ ومناطق الحدود الجنوبية ومنطقة جبال هنغودان شرق شيتسانغ حياتهم الجديدة هنا. يغطي تأمين المعيشة وتسهيلات الحياة المدن والقرى والحدود. انطلاقاً من لاسا يمكن الوصول إلى محافظة لانغ خلال 2.5 ساعة بالقطار، وباستقلال السيارة لمدة 40 دقيقة على الطريق الوطني 219 الجديد يمكن الوصول إلى قرية جين دونغ على الحدود. وبحلول نهاية عام 2020 أصبحت طرق القرى الإدارية في الخط الأول والثاني للحدود سلسة للغاية، وامتدت شبكة الكهرباء الرئيسية لتصل إلى جميع القرى الحدودية، وتم تفعيل خدمات البريد للقرية وتغطية شبكات الهاتف الخلوي وضمان سلامة مياه الشرب لسكان الريف. وقد عايشت أسرة سانغ تيونغ بنفسها كل التغيرات الضخمة لمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم. أصبح سانغ تيونغ من قيادات قرية بانغما. خلال فترة تعيينه تم انتشال جميع الأسر الفقيرة المسجلة في دائرة الفقر. بعد القضاء التاريخي على الفقر، أصدرت لجان الأحزاب والحكومات سياسات لتشجيع عمليات عشائر منطقة شيتسانغ الذاتية الحكم على تطوير الصناعة. بادر سانغ تيونغ بالتطوع لإنشاء شركة بانغما تشينغو للصناعات ليقود سكان الريف للمشاركة في إنتاج وتحسين منتجات الصوف. أنا
아니 니 군들아 전도 소리다 내 셀라요 말이스 인지 민지 랑랑텐 수부고 야스 ساعدت لجان الحزب والحكومة شركة سانغ تشونغ في بيع ألحفة الصوف، وفي شهر يونيو ويوليو من عام 2021 حققت شركة بانغ ما تشينغو أرباحاً قيمتها 120 ألف يوان. في الجهة المقابلة لقرية بانغ ما توجد قرية لاي، والتي تعد مركزاً ثقافياً وترفيهياً. وقعت الفتاة التبتية أوانغ لامو على عقد وظيفة خدمية في غرف النشاطات الثقافية. يرى القرويون أنها ستبتكر أصنافاً مثيرة للاهتمام من المشروبات وأنها ستبدع في الوجبات دوماً. يختبئ معلمها داخل الهاتف الصغير. واليوم وضع نظام شبكات الاتصالات الحديثة شي تسانغ على طريق المعلومات السريع، لذا أصبحت إشارات الهواتف الخلوية متوفرة في جميع القرى الإدارية. أصبح التواصل مع العالم الخارجي على نطاق أوسع حاجة ملحة لشباب الأرياف. يجتمع شباب قرية جيندونغ في فصول تعليم اللغة بقرية لاي في مساء كل يوم خميس، وتقام هذه الدورات بناء على طلب شباب القرية. يحدث التقدم التدريجي تأثيرا خفيا على أنماط حياة وتفكير الناس. الحياة السعيدة هي الطموح الذي يسعى إليه الناس من جميع القوميات الصينية، سواء كان الأمر يتعلق بتنمية الصناعات أو تخفيف من حدة الفقر أو تعزيز التوظيف، فهي نقطة انطلاق مهمة لإثراء السكان وتقوية الوطن. وستعمل الحكومات المحلية والمجتمع في المناطق الحدودية الصينية معا لمواصلة المد قدما على طريق السعادة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء الحلقات القادمة.